انضم الينا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. برحب بحضرتك معنا دكتور هشام. اذا اليوم ندخل في يعني بدايه الصمت الانتخابي وتوقف المرشحين الاربعه عن الدعايه الانتخابيه. هناك 65 مصري مدعوون للمشاركه في هذا العرس الديمقراطي والادلاء باصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. حدثني اكثر دكتور هشام عن دور الأحزاب خلال الفترة الماضية في حث المواطنين للنزول إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في هذه الانتخابات يعني التي تأتي في وقت دقيق للغاية. تفضل. أولا صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا الفترة اللي فاتت كانت فترة ثرية جدا في الحياة السياسية المصرية منذ بداية طبعا الحوار الوطني اللي استمر لمدة سنة ونص، فتح الأفاق السياسية بشكل كبير جدا وأعطى قبلة حياة وزخم كبير جدا للأحزاب السياسية في مصر ولتنشيط الكوادر والبرامج السياسية ومناقشة السياسات والأهداف وشفنا زي ما شفنا كان في الحوار الوطني 19 لجنة في 113 قضية. طبعا ده يعني أعطى زخم كبير جدا لنا كأحزاب. وبعد كده طبعا جت الانتخابات الرئاسية، جت بلورة بقى للي حصل في الحوار الوطني، أفرزت أربع مرشحين مختلفين في الأيديولوجيات وفي التوجهات، مما أعطى نوع من يعني تصور عام لشكل وطبيعة السياسة في المرحلة المقبلة. كل مرشح ليه أيديولوجيته وليه البرامج بتاعته، سواء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما له من مشروع تنموي وحكايه وطن، والمرشحين الثلاثه من الخلفيه الحزبيه ما يمثلون الوسط ويمين الوسط ويسار يسار الوسط، كان لهم مواقف واضحه ومحدده. المنظر ده اللي احنا شفناه في الانتخابات رسم الساحه السياسيه المصريه، ومما لا شك فيه ان الاحزاب كان ليها دور كبير جدا في التحرك بقى لتنشيط الكوادر وعرض البرامج وتوعيه الناس باهميه المشاركه ومناقشه القضايا المختلفه، زياده الوعي المواطن المصري بالعمليات السياسيه وتعقيدات الحكم ولماذا تتخذ القرارات والفرق بين البرامج، ليه تأثير كبير جدا على الحياة المستقبلية في الشكل الدولة المصرية في جميع الملفات. وده اللي اشتغلت عليه الأحزاب، ان هي كانت عايزة توعي الناس ان ما يحدث في الانتخابات الرئاسية اللي موجودة في الوقت الحالي ليه انعكاس كبير جدا على الشكل الاجتماعي. فزي ما شفنا احنا في الانتخابات دي احنا ملتفين كلنا حوالين قضية زي قضية الأمن القومي المصري والمخاطر اللي بتحيط بالدولة المصرية وشكل الدولة المصرية المرجوة، وإحنا كوحدة واحدة كشعب مصري إزاي بنفكر في بلدنا وبنخاف على مصلحتها وإيه أولوياتنا وإيه القضايا اللي بتشغلنا كلنا يعني ككل. فكان ليها دور كبير جدا طبعا في قصيدة التماسك الاجتماعي، يعني تأكيد الهوية المصرية بشكل كبير جدا. كلنا مهتمين كوطن واحد بقضية واحدة، إن إحنا بالنسبة لنا ما القادم، احنا مين، احنا بالنسبة لنا ما هي قيمنا، ما هي ثوابتنا في مقابل ما يحدث في الاقليم. وده كان جزء مهم جدا وكان الاحزاب ليها دور كبير جدا في توعية المواطن باثر الانتخابات وانعكاسها عليه. الحاجة المهمة جدا ان الانتخابات دي هيكون ليها تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي. مصر كدولة في الاقليم وفي العالم بترسم مشهد سياسي معين بيقول ان هو ان احنا بالنسبه لنا كشعب مصر مستوى من الرقي ومن الديمقراطيه ومن التشاركيه ومن التعدديه بلا ملفات حمراء وخطوط حمراء. كل مرشح عرض برامجه والشعب استمع بشكل راقي جدا. الانفتاح الوعي ده في الجزء في الاعلام مدي نوع من انواع الثقه في البيانات، واحنا بالنسبه لنا ما عادش عندنا ملفات مخبيينها، احنا كلنا كوطن في شفافية في مشاركة في تعددية. فالكلام ده شكله على التأثير المستقبلي في الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات والتطور في الصناعات اللي هي بتحتاج يعني أوقات طويلة ومشروعات ضخمة بتحتاج بيئة سياسية مستقرة ماشية على قواعد بتحترم القانون. وده اللي شفناه
على الحقيقه في الحمله في الجزء الانتخابات الرئاسيه دي. صحيح. يعني احنا شايفين دلوقتي يعني حضرتك بتشير ايضا دكتور هشام انه العالم اجمع ينظر وينتظر هذه الانتخابات تحديدا، يعني لانها تاتي في وقت ربما غايه في الدقه وشديد الخصوصيه نظرا لما اشرت اليه حضرتك من ما يحيق بمصر من مخاطر اقليميه. طبعا، لان انت شايفه دلوقتي مصر اصبحت دلوقتي قبله العالم كمنطقه رشيده حكيمه ملتزمه بالقانون الدولي والقانون الانساني، صاحبه قيم، فيها استقرار، فيها عدم تهور. الكلام ده كله بيلقي بظلاله على الثقه للسياسي المصري، وبالتالي سينعكس مما لا شك فيه بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي لاستكمال مشروع التنميه والحلم المصري. المنطقه العربيه كلها بتنظر لمصر دلوقتي وبثقلها في ظل هذه الاوضاع، بتدير انتخابات رئاسيه شديده التعقيد في وقت يعني غير عادي، وفي نفس الوقت دولاب الدوله المصريه ماشي، الانتخابات ماشيه بصوره جيده جدا، الالتزام بالشكل القانوني، مساحه الحياديه في الاعلام، مشهد سياسي مرسوم باحترافيه نقدر نقول بيعبر بصدق عن الدوله المصريه وشكل الجمهوريه الجديده. وخليني اقول لك ان الكلام ده يعني سنرى ان شاء الله اثاره في المستقبل القريب بشكل كبير جدا، ان احنا بالنسبه لنا مصر ستكون قبله للاستثمارات، قبله للصناعه، للتطوير. برضه بتدي رساله ان الدوله المصريه حريصه ودؤوبه ومجتهده جدا ان هي تصل لتحقيق الاهداف الاستراتيجيه المحطوطه في خطط التنميه، ولا تتوقف ابدا مهما ما كان يحدث في الداخل او في الخارج او التحديات او الازمات، احنا ماشيين قدما. وبنرسم برضه للاجيال بالنسبه لنا ولمصر الشكل اللي هم كانوا بيشوفوه في شكل معين. دلوقتي كمواطن من حقك انزل ادي للي انت عايز تديله. نعم. خليني أتكلم مع حضرتك دكتور هشام عن هذا الاستحقاق الدستوري الذي يشرف عليه 15,000 قاضي، يعني تحت إشراف قضائي كامل، قيام يعني الهيئة الوطنية للانتخابات بتذليل كافة العقبات أمام ذوي الهمم، أمام كبار السن، المغتربين داخل مصر. يعني كيف ترى كل هذه التجهيزات؟ والله انا شايف ان هو كل الكلام ده بيصب في شيء مهم جدا، ان هو احترام المواطن المصري، وان هو احنا بدانا نجد لمسه بقى انسانيه كده بتعبر عن رقي وعن حضاره. يعني انت مثلك الهيئه الوطنيه من ساعه ما بدات تحس ان امورها منظمه، بياناتها مرتبه، تسهيلاتها، وشفنا الكلام ده في المصريين في الخارج. فانت بتتابعي مشهد راقي شيك، هي بالنسبه لها ما عندهاش حاجه تخبيها، اللي فعلا الشكل العام، السماح للمنظمات اللي من يريد ان يراقب، شايفين شكل راقي جدا في الحملات الانتخابيه، اللابتوبات، مراكز الرصد، الصحفيين سواء العرب او الاجانب او المصريين، كله متاح ليه، وتسهيلات بقى في الشكل في النظام، شفنا ما حدش شكى حاجه خالص من المصريين في الخارج. دقيقه دقيقتين بتدلي بصوتك وتنصرف، احترام للمواطن، اشكال من اشكال الكرنفاليه والبهجه. احنا زي ما بنقول الانتخابات الرئاسيه دي بنعبر بيها يعني عن ايه؟ عن شكلنا، ان احنا فرحانين ببلدنا، حجم الانجازات اللي احنا حققناها في الفتره اللي فاتت، الانجازات السياسيه. فبصراحه الهيئه الوطنيه باللي هي بالشكل اللي هي موجوده، التيسير الكبير جدا على المواطنين، بتساعد بشكل كبير جدا في رسم هذا المشهد. واضح ان هي بالنسبه لها مش منحازه، منضبطه، هي بالنسبه لها المنظر العام شكل جميل جدا، تحس في كل خطوه من خطواتها مرتبه ومنظمه وفي التوقيت، وزي ما هي بالنسبه لها كانت معلنه ومخططه. ده بيساعد طبعا في نجاح العمليه السياسيه، بيساعد في ان الشكل في الانتخابات يساعد الناس كمان ان هي بالنسبه لها في هذا المشهد ان تكون جزء منه، لان ده استحقاق دستوري وطني في ظل ظروف صعبه. نعم. فتسهيل اجراءات الانتخابات بيساعد المواطن ان هو بالنسبه له لازم نقول لكل مواطن مصري انت جزء من الصوره، وخلي بالك دي لحظه تاريخيه مهمه جدا لازم تحط فيها لمستك،
ده جزء يتعلق بكينونتك واحساسك كمواطن. انت كمواطن ده يضيف لك انك انت شاركت في حدث مهم زي ده كده اهو، بيشاركنا كلنا ان احنا بالنسبه لنا كلنا على ايد واحده. وكمان انت في التلفزيونات قدامك اهو، ما حدش بيجبرك على حاجه، ما حدش بيقول لك قول، ما حدش بيشجعك على حاجه، ده انت انت والصندوق. فده لازم جواك في وقت من الاوقات تستشعر هذا الحس الوطني، انا عايز احس ان انا مواطن مصري ليا في البلد، شاركت، انا اللي متاح بالنسبه لي في المشاركه ده صوتي، فانا هنزل اديه عشان اكون جزء من اللوحه دي، جزء من الصوره دي. لو انتهى بهذا الصوت وشاركت في عمليه التنميه السياسيه دي زي ما كل الناس اجتهدت، هي الوطنية. نعم، خاصة أن العالم جميعا يتابع ويشاهد هذه الانتخابات خاصة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة.